قائد رياضة طقطق، قائد تدريب دولي، عضو جي اس فاكس كشافة تونسية، عضو مجلس أعلى الكشافة التونسية. فوالا عندنا دورة تأهيلية تدريبية لتأهيل مجموعة من القادة والقائدات للمشاركة إما في دراسة تمهيدية وإلا في دراسة الشارة الخشبية، اللي هي يعني دورات تكوينية يتحصل عليها القائد باش يولي مرات يستكمل التأهيل القيادي نتاعو باش يقدر يقود وحدة كشفية، سواء كان أشباه زهرات كشافة مرشدات حسب الفئات العمرية. معنا تنطلق الدورة اليوم وتكمل غدوة؟ تنطلق بالضبط فعلا، تنطلق تقريبا بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر، وتختتم بإذن الله على الساعة الثالثة مساء اليوم الغد، يعني يومي 2 و3 مارس 2024 بجرمدة. هذه أول مرة بين قوسين تصير دورة تدريبية في جرمدة، وهذا شرف اللي يجي في جرمدة، وعندنا عدة أفواج في منطقة جرمدة وكل أفواج متميزة، مشكورين جدا على حسن الاستضافة، ونتمنى لهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. الاختصاصات عديدة، فيها الجانب المعرفي كل ما يتعلق بالمعارف الكشفية اللي يتأهلوا باش معناتها يدخل بعض يقود فرقة كشفية معناتها متمكن من المعارف هذه، ثم جانب مهاري يتعلق معناتها بالتكوين القيادي في كل ما يتعلق بالمهارات اللي يتخول له باش انه يساعد قائد الفرقة في الفرقة نتاعو الوحدة الكشفية نتاعو، ومن يجي يكون يساعد قائد فرقة إلا ما يتمكن من المهارات هذه اللي عندها عدة أبعاد، عدة أشكال، عدة أنواع، في الأساليب، في الإنشاد، في الألعاب، في فنون الريادة، كذلك على مستوى السلوكي، خاصة المتأهلين بالنسبة لزام أنتروا وأستروا هذو المتأهلين للشارة الخشبية إن شاء الله بيحاول لهم يشولي قائد مسؤول نوكيزم يتكون في الجانب هذا، وبحول الله هي الليلة نهارين وليلة، لكن معناتها باش من خلالها يقدر أنه يجتاز المرحلة النهائية اللي باش تكون بحول الله في شهر أوت في الصيف في برج الصدرية على المستوى الوطني. العدد احنا تقريبا في 165 في الكل معناتها بين قادة مشاركين ويعني قيادات، عندنا تقريبا 125 تأهيلية أم 3 أم 2 إس 2، وعندنا 42 أم 3 إس 3. الجهات عندنا ثلاثة جهات ممثلة، جهة صفاقس هي أكثر جهات، ثم جهة قفصة وجهة مدنين. ما تطلبوا باش يشاركوا معنا، رحبنا بهم، مرحبا بهم، يعني كنا ولاد تونس. فعلا خيام هي روح الكشفية، هي حياة الخلاء. احنا نجم كنا مبيتون في مبيتات، في أقسام، في دورتورات، لكن حبيتنا أن تكون الصبغة الكشفية موجودة اللي هي حياة الخلاء والعيش تحت الخيام والمبيت تحت الخيام بطبيعة الحال، خاصة أنه هو قاعد يتأهل دونك يلزم التأهيل نتاعو يكون على قاعدة. الليل إن شاء الله عندنا سهرة نار مخير في الليلة بإذن الله بعد العشاء، وبعدها عندنا بعض الجلسات اللي باش نقدموها، وتقريبا من 11 ونصف تجتمع القيادة والقادة والقائدات يخلدون إلى النوم في انتظار يوم غد بإذن الله.